النادي الاهلي بيمنح نادي الزمالك هديه كبيره وهديه من ذهب بعد ما اجبر نادي بيراميدز على التعادل، ويخلى عند نادي الزمالك مساحه ان هو يرجع ليه وصافه الدوري الممتاز اذا تمكن من الفوز على حرس الحدود في مباراه يوم الاثنين. طبعا النهارده مباراه نادي بيراميدز رغم ان هي مش مهمه على الاطلاق للنادي الاهلي، ولكنها اكتسبت اهميه فنيه بسبب طبعا المنافسه الشديده ما بين الفرقتين في السنتين الاخيرتين، وطبعا منافسه نادي بيراميدز على مركز الوصيف. المباراه فنيا فيها حاجات كتيره حصلت طبعا خلال الشوط الاول، ولكن طبعا كان ابرز خساره للنادي الاهلي هي الاصابه المبكره اللي لحقت بمحمود عبد المنعم كهربا في اول 10 دقائق بعد ما وقع لوحده تماما واشتكى، واضح جدا ان هو اشتكى من العضله الخلفيه، الامر اللي ممكن ياكد غيابه عن مباراه الذهاب ويبقى في شكوك حول لحاقه بمباراه الاياب قدام الوداد. اعتقد بنسبه 99.9 كهربا مش هيكون موجود في ماتش الذهاب في المغرب، لان العضله الخلفيه حتى لو فيها شد بس بيحتاج على اقل تقدير من اسبوع ل 10 ايام، لا قدر الله لو في مزق او حتى بسيط هنا اللي ممكن نخش فيه اسبوعين او 3 اسابيع، واكيد لو امر كده يعني وصل لهذه الدرجه من السوء في الاصابه ربما يغيب كهربا عن الماتشين. وبالتالي كنت اشوف ان موسيماني بعد ما شفت التشكيل الاساسي للنادي الاهلي في المباراه استعجبت بصراحه من الكم اللاعبين الاساسيين اللي بيلعبوا، لان المباراه بالنسبه للنادي الاهلي مش مهمه، يعني وما تخاطرش هذه المخاطره الكبيره في مباراه زي دي، ما بقولش انك تلعب بتيم جديد او تيم مكون من لعيبه ما لعبوش مع بعض خالص، ولكن كنت ممكن تطعم الفرقه شويه ببعض اللعيبه من البدايه، كنت تدي صالح جمعه، تدي عربي بدر، وتدي احمد الشيخ من الاول خالص، يعني كان في بعض الحاجات ممكن تعملها، حتى بادجي برده لما نزل كبديل بدل الكهرباء بعد ما كان مصاب، بادجي نفسه ما قدرش يكمل، واضح هو كان بيعاني من اصابه وخرج ما بين الشوطين. فدي الازمه عند النادي الاهلي، ان انت ما زلت عندك شكوك حوالين اللياقه بتاعه اللعيبه خصوصا في ظل الضغط بتاع المباريات، وكمان ان احنا بنقول لعيبه الاهلي بقى لها فتره كذا موسم ورا بعض في اصابات كتيره، فدي نقطه سلبيه اعتقد في وجهه نظري موسيماني لازم يخلي باله منها. مش كل الماتشات انت محتاج تنزل بالفول تيم والفول باور بتاعتك، لازم تعمل حساب ان انت عندك التزامات وعندك استحقاقات تانيه مهمه ليك. النهارده الماتش خلص تعادل، خلص خساره، خلص فوز ليك ما كانش هيضيف لك كتير قوي. على الناحيه التانيه نادي بيراميدز بصراحه علامه استفهام كبيره جدا على اداء الفريق، خصوصا بعد ما النادي الاهلي لعب من الدقيقه 40 من الشوط الاول ناقص لاعب لغايه اخر مباراه ب 10 لاعبين، يعني بنتكلم فوق بالوقت بدل الضايع، بنتكلم فوق ال 60 او 65 دقيقه في المباراه كلها. نادي بيراميدز لاعب زايد على النادي الاهلي، وما شفناش اي سيطره للفريق على مرمى النادي الاهلي، ما فيش فرص كتير. تخيلوا نادي بيراميدز ملوش ولا محاوله على المرمى، ملوش ولا محاوله ما بين الثلاث خشبات، 9 محاولات على المرمى، 0 على الثلاث خشبات، طبعا رقم سلبي جدا يوضح لنا ان الفريق بيراميدز واضح ان هو بيعاني فنيا في الفتره الاخيره. تعالوا نبدا المباراه من الاول، الفرقتين لعبوا ازاي، موسيماني في النادي الاهلي وتشاتشيتش في بيراميدز. نبدا بالنادي الاهلي، لعب بالطريقه المعتاده اللي موسيماني مكمل عليها، ال 4-2-3-1، الراجل ما بيحاولش ان هو يخاطر او يغير في مراكز اللعيبه، وبيلعب الفريق بحسب الشكل المعتاد له مع رينيه فايلر، ربما بس بعد التوظيف داخل الملعب. على الناحيه الثانيه تشاتشيتش مدير فني نادي بيراميدز لعب بطريقه 4-1-4-1، وهي طريقه تقول لك ان المدير الفني ده عايز يمسك المنطقه دي من النادي الاهلي، يعني هيلعب على عمق الملعب، هيلعب على الاستحواذ، هيلعب على الاختراق من عمق، هيستغل لاعب زي عبد الله السعيد بلاي ميكر بتاعه افضل استغلال، وهو اكتر لعيب مفروض توصل له الكوره، وقدامه واحد من افضل مهاجمي الدوري المصري عبر التاريخ جون انتوي، بنتكلم اكتر محترف في تاريخ الدوري المصري جاب اهداف قدامه، فمعناه ان الشكل اللي هنشوف نادي بيراميدز هيبقى الهجوم من هنا في اكتر الاحيان. هل ده اللي حصل؟ لا ده ما حصلش. الشوط الاول بدايه كانت ممتازه من النادي الاهلي، في نقطه مهمه جدا عايز اقولها في اداء لعيبه النادي الاهلي مع موسيماني، وتاني بكرر كل يا جماعه، ما احنا موسيماني ما عداش الشهر الثالث له مع النادي الاهلي
ما حدش يتكلم بشكل كتير على حته ان لو الاهلي لعب ماتش حلو ده بسبب اصابات موسيماني. لا لسه ما ينفعش، مفيش مدير فني في الدنيا يقدر يحط بصمه على فريق الا بعد مرور مش اقل من 3 شهور، مستحيل مهما كانت القدرات الفنيه اللي عندك. ولكن في بعض البصمات، في بصمه، بمعنى ايه بصمه؟ ان انا اقول لك واحنا بنطلع بالكوره، واحنا بنطلع بالكوره دي لعبه النادي الاهلي بيعملها كتير قوي، لازم واحد ينزل ياخد الكوره وفي اتنين بيقفلوا هنا اهو. اللاعب ده بيحضر الكوره ويبقى في دايما ضغط عليه، بيحضر الكوره على واحد وعلى طول بيهرب من لمسه واحده، بيهرب من وراه وبيقدر يفرغ المساحه دي بشكل مميز جدا. النادي الاهلي عملها في الشوط الاول كتير قوي وقدر يضحك على نادي بيراميدز في الحته دي وخرج بالكوره من نص ملعبه بشكل مميز قوي. حتى ديانج بصراحه كان بيعملها بشكل مميز، ديانج بيقدر يسلم الكوره واللي بيعمل الحركه دي دايما بشيد بيها بصراحه عند قفشه، يعني قفشه برده بيعمل الحركه دي كويس جدا. وانا عارف ان في انتقادات لقفشه ودايما بنتكلم ان النادي الاهلي عايز محمد ابراهيم وناصر ماهر وسيرينو، بس اللي عايز اقوله ان قفشه للمباراه الثالثه على التوالي قدامي بشوف ان هو اكتر لاعب لمس الكوره من النادي الاهلي، لعيب النادي الاهلي على طول بيدي الكوره لقفشه، وقفشه بقى بيعمل مجهود كبير جدا على فكره. واضح جدا ان قفشه متاثر من اللعيبه اللي بتتاثر ايجابيا لما تحط عليها ضغط، لما تقول له مثلا في واحد جاي مكانك خلي بالك، ده الاهلي بيكلم محمد ابراهيم، ده بص الجمهور بيعمل ازاي على سيرينو على السوشيال ميديا، ده بص ناصر ماهر قدام نادي الزمالك عمل ايه وهيرجع من الاعاره النادي الاهلي. واضح ان هو من اللعيبه لما بيشوف في منافسه اداؤه بيرتفع. ونفتكر كده من الذاكره نفس الحركه دي عملها مانويل جوزيه مع عصام الحضري لما جاب له نادر السيد. فقفشه واضح جدا في تطور في مستواه وبقى يجري كتير وبيلعب من لمسه واحده واداؤه بقى فعال بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي منذ وصول موسيماني. واضح جدا هو متخوف من وجود لاعب منافس له يجي ياخد منه مركزه الاساسي في التشكيل الموسم الجاي. طيب النادي الاهلي فضل بيلعب بالكره السريعه جدا في نص الملعب لغايه طبعا بعد طرد عمرو السوليه. كل ده نادي بيراميدز ما قدرش يعمل هجمات على النادي الاهلي غير بس عن طريق، تخيل انا هقول لكم رقم غريب جدا لنادي بيراميدز يعني اعتمادا على الشكل اللي احنا شايفينه في الملعب. نادي بيراميدز خلال الشوط الاول واللعيبه في قمه لياقتها البدنيه كل اللي بيعمله ان هو بيودوا الكره على الاطراف ويستنوا لغايه جون انتوي يخش جوه منطقه الجزاء ويلعبوا له الكره العرضيه، كانت على طول بتفشل. ليه؟ لان احنا بنتكلم على فرقه بتلعب بمهاجم واحد، وطبعا عبد الله السعيد طبعا مع كامل احترامنا عبد الله السعيد في 2020 مش هو عبد الله السعيد 2017 مع حسام البدري في الاهلي او مع هيكتور كوبر في منتخب مصر، مستحيل تتكلم في طبعا هبوط في الاداء البدني بفاعل عامل السن خلاص الراجل كبر، وحاجه تانية طبعا قدراته البدنيه قلت بكتير، فما يقدرش ان هو تستنى ان عبد الله السعيد يخش يكون لك ثنائيه مع جون انطوي داخل منطقه الجزاء عشان ترمي لهم الكروسات داخل ال 18، ده مستحيل جدا. وبالتالي الرقم اللي انا عايز اقوله لكم نادي بيراميدز بيلعب 4-1-4-1 من بدايه المباراه، لعب زايد على النادي الاهلي لمده اكتر من 60 دقيقه، ساعه كامله في الكوره. ده احنا بنروح ناجر خماسي 10 دقائق في الشوط 10 و10 بنحس ان احنا لعبنا يومين، 60 دقيقه ساعه كامله. نادي بيراميدز عمل 36 كره عرضيه على مرمى النادي الاهلي، 36 كره عرضيه لفريق بيلعب بمهاجم واحد. والشوط الثاني اتشاشت شال جون انتوي ونزل دودو الجباس، يعني هو ما لعبش باثنين. يعني مثلا انا لو منه هاجي اقول اوكي الاهلي بيلعب ناقص وانا عايز اكسب عشان اضغط على نادي الزمالك في ماتشه مع حرس الحدود، فاسيب جون انتوي وانزل دودو الجباس واحطهم جنب بعض والعب يا عم الكروسات زي ما انت عايز. ما عملش كده الراجل عمل تغيير مباشر، شال راس حربه وحط راس حربه وفضل يلعب على الكرات العرضيه اللي جه منها بقى اخطر فرصه لنادي بيراميدز في المباراه وهو بيلعب زايد على النادي الاهلي لمده ساعه كامله. لاعب كوره اللي جت لدودو الجباس في الشوط الثاني في الدقيقه 89 لما حط الكوره جنب العارضه بتاعت علي لطفي، دي الفرصه الوحيده. طيب نادي بيراميدز بقى وبيلعب بالطريقه اللي انا شرحتها لكم دي، لعب كام كره طوليه من خلف الامام؟ لعب 28 كره طوليه، وهنا لازم نحط علامه استفهام على دور عبد الله السعيد. عبد الله السعيد ليه الفريق اتجه ان هو يلعب 28 كره طوليه؟ بسبب ان عبد الله السعيد ما كانش قادر عنده الحريه انه ينزل كتير نص الملعب وياخد الكوره. ليه؟ عشان سببين، واحد عبد الله السعيد ما عندوش القدره على الجري زي ما شرحت لكم بسبب عامل السن، واللي متابع من ماتشات نادي بيراميدز السنه دي هيلاقي ان عبد الله السعيد بيلعب
باقل قدر من الامكانيات البدنيه خلاص يعني برضو السن بيكبر. والعامل الثاني ان اول عبد الله السعيد ما كان بيستلم الكوره كان على طول في لاعب بالنادي الاهلي القريب له، كانش فيه مان تو مان، القريب له كان بيروح يضغط عليه ويستخلص منه الكوره. وواضح جدا تتفوق لعيبه النادي الاهلي في مسالتين السرعه والجزء البدني على عبد الله السعيد، خدوا منه الكرات كتير جدا. وعبد الله السعيد حتى في الشوط اعتقد الشوط الثاني اتنرفز وراح زعل الحكم لما محمد هاني خد منه الكوره وخدها منه واستخلص منه الكوره بشكل قانوني جدا، قعد يزعق ويشوح ويعمل الحركات دي. ده هو بيعمل كده ليه؟ ان هو فعلا هو حاسس ان هو مش قادر، وهي دي الازمه. وبالتالي نادي بيراميدز نقطه مهمه جدا له قبل ما يروح يلعب حرايه كوناكري في سيمي فاينل الكونفدراليه في المغرب، مباراه سيمي فاينل من ماتش واحد، مفيش ماتشين خلاص في الكونفدراليه مش زي دوري الابطال. يعني نقطة مهمة جدا لازم ياخدوا بالهم ان اسلوب اللعب ده ما ينفعش، اسلوب اللعب ده ما ياكلش عيش، انك تلعب بطريقة ما تتناسبش مع التاكتيك اللي بتلعب بيه. عايز تلعب بالطريقة دي خلاص شيل يا باشا عبد الله السعيد خالص من التشكيل بتاعك، لانه ملوش دور كبير جدا وهيخسرك كمان في الشق الدفاعي لو انت قدامك فرقة بقى يعني الاهلي بيلعب بشكل كامل 90 دقيقة النهاردة. انا اقول لك ان الاهلي كان هيطلع كسبان، كان صعب جدا جدا ان بيراميدز ياخد نقطه من الاهلي. وتنزل مهاجم تاني بقى تحطه جنب جون انتوي داخل منطقه الجزاء، واقعد بقى العب 4 4 2 فلات، واقعد العب الكورسات العرضيه زي ما انت عايزين. 36 كره عرضيه كلها كانت فاشله، يعني لو هنتكلم هي على المرمى كلها فاشله، مفيش ولا كره عرضيه تم ترجمتها على مرمى علي لطفي او في كره راحت بين ثلاث شباك، لكن الكرة الوحيدة الهجمة اللي فيها خطورة كانت من دودو الجباس وراحت بجوار القائم. وطبعا احنا في الاحصائيات ما بنحسبهاش هجمة على المرمى، ليه؟ لان الكرة راحت بره الملعب ولا جت في القائم ولا حتى جت اللي علي لطفي يصدها. ده كان مجمل اداء نادي بيراميدز رغم ان الشوط الثاني، خلي بالك نقطه مهمه جدا بقى عايز اتكلم عليها، موسيماني اجاد جدا 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 في مساله تخطيط غياب عمرو السوليه ولعب 10 لعيبه. انا انتقدت موسيماني في حته ان انت بتلعب بالفول تيم بتاعك في مباراه ملهاش اي قيمه بالنسبه لك، لكن موسيماني بقى الشوط الثاني عمل تشكيل وعمل تاكتيك رائع جدا 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 عشان ما يحسسش بيراميدز ان هو زاد في اللعيبه. عمل ايه بقى؟ ببساطه الراجل قلب خطه اللعب ليه 4-5-0، حط احنا طبعا هنشيل لعيب وحط خمس لعيبه هنا ونزل احمد الشيخ طبعا بعد ما بادجي اتصاب. ايه اللي بقى فيه نقطه مهمه جدا جدا؟ ايه هي بقى؟ ان موسيماني طلب من احمد الشيخ واجاي ان الاثنين يتبدلوا في دور الفولس ناين، يعني دور المهاجم الوهمي. يعني انا ما عندي خلاص ما عنديش سترايكر صريح، انا النهارده عايز من احمد وعايز من اجاي ان هم يبقوا متواجدين في المنطقه دي عشان اول ما نهاجم يتحول دوره يبقى راس حربه صريح ويتبدلوه مع بعض، ما حدش يعملها لوحده. ليه؟ لان انت محتاج تخطيط الاثنين على الطرف، انت عارف نادي بيراميدز خلاص بيهاجم من الاطراف، فاحمد الشيخ كان بيساند الجبهه اليمنى واجاييه كان بيروح للتغطيه مع الجنب الايسر، وبالتالي النادي الاهلي قدر دفاعيا يحسسك انا مش ناقص. بدليل ايه؟ نادي بيراميدز مش قادر يخترق العمق بتاعي خالص، مستحيل نادي بيراميدز ما قدرش يعمل اي وان تو هات او انك تلاقي لاعب نادي بيراميدز حتى عنده مساحه انه يشوط كوره من خارج منطقه الجزاء، مفيش تدريب من خارج المرمى اصلا، كلها كانت سلبيه لنادي بيراميدز. نادي بيراميدز فضل يلعب على الاطراف، ده بسبب مين؟ برضه بسبب نجاح موسيماني انه يغطي الطرد اللي هو تعرض له في الدقيقه 40 من الشوط الاول، والفكره بتاعه ان نزل احمد الشيخ ولعبه فولس ناين بالتبادل مع اجاييه كانت فكره ممتازه جدا، خلتنا نشوف النادي الاهلي وكانه مكتمل عدل. المباراه انتهت بالتعادل، الاثنين تقاسموا نقطتي التعادل في المباراه، فرصه طبعا لنادي الزمالك زي ما قلت في البدايه انه يقتنص المركز الوصيف اذا تمكن طبعا من الفوز على حرس الحدود في المباراه، يعني خطيره جدا ان حرس الحدود مباراه تكسب تكمل المنافسه على التواجد في الدوري، تتعادل او تخسر بنسبه 90% يبقى خلاص اوت نادي حرس الحدود يلحق بي اف سي مصر ونادي طنطا. وبرده نفس المباراه هتبقى تجربه جيده جدا لنادي الاهلي ونادي بيراميدز قبل التوجه طبعا للمعترك الافريقي، سواء النادي الاهلي دوري الابطال وماتش الذهاب قدام الوداد باذن الله اللي خسر طبعا من شويه بطوله الدوري المغربي في نهايه دراماتيكيه، نادي الرجاء كسب الدوري بهدف في الدقيقه 92، ونادي بيراميدز عنده طبعا اكيد بعد حوالي اعتقد 11 يوم مباراه سيمي فاينل الكونفدراليه قدام حوريه كوناكري الغيني، ماتش مباراه واحده فقط هتتلعب في المغرب واللي يكسب يطلع ليه الفاينل. شكرا جزيلا ليكم، ده كان تحليلنا النهارده ليه
ماتش الاهلي ونادي بيراميدز، كنت معاكم كريم سعيد.